آدم أسامة من شلوان رقم 14. جيمك فين؟ موت ولا عيش ده كلام ملكش تسألني فيه، وهتقولي ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليه. مين اللي قدامي ده عشان معرفوش، ما بقتش أخاف عليه أسيبه وأجرحه. وشك كتير طلع متكلموش، وهو كل واحد يعمل يريحوه. أنا سويت له على رقم 14.